البطانة أرض للخير بمراتعها، بطاحها المنبسطة على امتداد البصر تحكي عن تاريخ امتد وتنوعت فيه الصور الملهمة، فكانت مثالا لتداخل القبائل العربية التي سكنت أرضها تمارس حرفة الرعي والزراعة كحرف أساسية. تربية الإبل بهذه الأرض الواقعة في محلية أم القرى بولاية الجزيرة ارتبطت بالمنطقة منذ قديم الزمان، فكان للبادية دمها في عروق من أحبوا هذه الحرفة حنينا ينساب عبر الزنبارة، وهي آلة موسيقية تتم صناعتها يدويا يعبر بها أبناء البادية عما يسكن في نفوسهم من إبداع وشوق وحب لهذه الإبل. قبيلة الرشايدة التي اشتهرت في هذه المنطقة تحديدا بتربية ورعي الإبل تداخلت مع القبائل الموجودة بالبطانة، وهي قبائل الشكرية والبطاحين والفادنية والمغاربة والكوالة وغيرها من القبائل، يتشكل نسيج اجتماعي متصافي يتفق على الماء والكلى للرعي ويفتخر بما أنعم الله عليه من نعم وثروات. بطانة من شكير ولاعم محمد هذا ضايقين فيها موتا مر خارق العادة، حدودنا من الحبش لاعن سراويل ما دبردناها بالسيف للمصعقادة، وممكن لم هبج لو مين حلو استيزان زي صوت عمر يوم شر الاذان، عفاف الناس من الراس بيشيلوا اذان وما طردوا العشير حتى ينفس الميزان، وجبارة واقفه لك من بعلي وحسان ظهرت فيك وجوها تسهب الاحزان، وللدار فيك تجر لا شور لا استيزان قريبات دي الدغمه بيعوا الميزان، زمن وعدين للمجالس سمحوا بقبطان وعدين في بروس سنين ودرق ريقان، ناس جد اللي داغم وناس ابوي حسان ما مص الطير عليه عقد بقناه فدران، الدايرنا والمابينا والشمتان شندار يقول غير موت وموت الضان، واما تذكر انسهين البل والبنات تذكر انسهين في خلانا السلاب، وتنكل غلبهن احسن نقفل الباب، الرامي الكفف والشارع بكلابه كله تراه هولد هولد هاي لابو، تاكل فوتريد شتي وخريف ورشاش حس بحالتي جدك بيجيب الفاش، انا الدرع العقيد تنبادر المرشاش ما خلى لي عقلا بيشتغل بمعاش، ويا ريت الشباب كان بيشتروا بالكاش ما كون بشروه ليك محجم بشاش، على الخل الصبي سهران وشوفوا طشاش نو وسوى زعزع العنا العشاش، قام يتوجه العقد المقامها غباش جاهي الراس زي تيسر روين الطاش، اللابس قلب سيدك مسيو قماش مطرب صب وشرف لتيب وكرف دعاش، لدي خات العذار واشتريت الحمار جاهن كف سفي خلفة القنجاري، بلد مشتورة الهرف الشراب بسوالي لسه بعيدة اللان دي كذب قماري، شدر البان جديد دايلك زار فوق فروع وجمع قفاه ودفق الحرتي والمجموع، أنا مذكر بقال على اللسان مطبوع لسه بعيدة اللان دي كذب ممنوع. إبل ترقد في سكون تجتر ما أكلت من كلأ بعد أن وردت الماء، تتنوع حسب أصولها وأنسابها، فلأصل الناقة أو البعير الأهمية في تصنيفه وتسميته، فالإبل الصحباء يطلق عليها العنانيف أو الإبل السواحلية، أما ذات اللون الأبيض فيطلق عليها الإبل العربية، هنالك أنواع أخرى منها أمريش وتتميز بأحجامها الضخمة وطولها الفارع، كما يوجد صوف مميز على آذانها ورموشها يأخذ لون وبرها المائل للون الأسود، أما الباشندي أو القبيض فهو من سلالة عرفت بسرعتها الفائقة لذا تستخدم في سباقات الهجن. نحن في البطانة ورعي تبل، وفي الصيف بردن بخمسة بردن بخمسة في الصيف، وعندنا العناش جمل العناش بدور المطر الموي بعيد، ويجي لماته وديهن البطانة وفيهن الباشندي، الباشندي بيجيب الزينة بتاع الجري بيجي طوالي يجيب الزينة، وفيهن المهورة للصهوب
العنانيف ذيل المهورة أي ذول يجيب مهر ناكل طوالي. صفاء البطانة كصفاء الحليب الذي يرضعه هذا الصغير من ثدي أمه، والذي يطلق عليه أهل البادية اسم الحوار، فلصغر سنه يجد الرعاية والحنان من أمه كما يجدها من هذه الأرض البكرة التي وصفها أهلها فأجاد الوصف. صافي 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 نهم الخزانة والدولة وبغص المكان وبريد وشيوخ البطانة. وبغز المكان وبريد وشيوخ البطانة. يضل البوب وسبيبه يضل البوب وسبيبه مرق الماء قريب وبريد يضل البوب وسبيبه يضل البوب وسبيبه مرق الماء قريب وبريد. الإبل التي ترعى الأنواع المختلفة من الحشائش التي تنبت في أرض البطانة وترتحل من مكان إلى آخر بحثا عن الكلأ والماء، وتحتمل السفر الطويل الشاق لأكثر من 16 يوما لا ترد فيها الماء. أما في أحوالها الطبيعية فهي ترد الماء مرة كل شهرين في فصل الخريف، أما في فصل الشتاء ترد الماء كل 10 أيام مرة، وفي الصيف ترد الماء كل أسبوع، وذلك لما حباها الله من قدرة عالية تحتمل بها العطش وتوائم بها نفسها مع المناخ الموجودة فيه. بنمرق بالبطانة بنرى حنتوت ونرى عشرة ونشرب موية الوديان، والبل في الخريف ما بدور موية يردم بعد شهرين حتى يدورنا الموية، ويجيهنا اليبيس الدرت يشربان بعد 10 يوم. في الشتاء السقط الحار إردم ب9 وب10 برضو، في زمن الصيف نقرت الحر بردم ب7، شوية شوية وتجينا الحر العادي بردم ب5، بستحملنا العطش ورعية سحة رعية غباش نرعى شدر نرعى في الغر وفي العفاية. الشاشاي والدوباي مصطلحات عرفت بها البادية، وهي صفات لأصوات بشرية مبدعة تغني الشعر. فإنسان البطانة الذي امتزج مزاجه مع الطبيعة يغني للإبل التي هي أصل ثقافته الغنية والموروثة، والتي تتخذ من البساطة عنوانا لأرقى وأسمى مقامات الإبداع الرفيع. هو البل عندهم في كل مناسبة غيمة فيه جوخة العز والعزم والشيمة. صدف الصهر الخيل ورجال صميمة بعزم له القطاب يقدم الوليمة. جات مرق العصر من الوعر والهيش ولابس عباية العرف الوبر موريش. كيرم جر تقول حبر الببش في بشيش يلويها ويقيف زي ضابط التفتيش. جمال يسحر الأعين المدركة، ودعوة للتأمل في صفات وخلق هذا المخلوق البديع الذي له مكانته في نفوس من يهتمون برعيه وارتبطوا به، ليشكل كل حياتهم افتخارا بامتلاكه ومصدرا لوحي الشعر الأصيل الذي يجري على ألسنتهم دررا منظومة على أجمل ما يكون. يا ريت يا تيسر وانت الصيب صابق الهرب من خرج جبال تسني، بعد ما قطع المسافات وبعد من ردود الحي بلعب الفر بخوي دريق الصقور وحدي. يا مريد مرق قلبي حواسي ستة، بريدك ما بريد غيري طلاق البتة، بريد الشتلة فوق القيف، بريد ريحة الدعاش والنسم عز الصيف، بريد مرادة لي بالكم ولي بالكيف، بريد مرادة لغاية الملادة تقيف. والبارع غمد عيني لي ما لاقى يعلم ربي تشهد نجمة السواقة، التيبة مصطح الوادي الشبك عراقة ملهاي بيها تور في اللسان بقاقة. وده أنا متكلم في السودان حبيب الحب سكن في ضلوعنا والفرق
نار تعجج من تحتنا فوقنا ليشهد لنا في التاريخ صليحنا وعوقنا في الذوق والثبات مين اللي بيمثل ذوقنا. كرم تراه على الوجوه كأنه يملأ الكون كله، وفرحة تمثل طيبة إنسان الجزيرة لترسم في الذهن آية الصور لقضعان الإبل فتتكئ على ذاكرة لا نسيان، فهي صورة تجبرك على أن تشعر بالطعم وأنفاس البادية تملأ ما بين شوق البعاد والزمان حتى يحدوك الحنين للعودة إلى أرض هي بالجمال خصيبة. ثراء وإبداع يكسو أرض البطانة المتميزة بإنسانها وخصوصيتها في تربية الإبل بأنواعها المختلفة والتي تفسح للتأمل مكانا في النفوس. محمد مصطفى، الشروق، ولاية الجزيرة.